زهرة القشطة هي زهرة مخنثة، يعني أن أعضاء التسكير والتأنيث على نفس الزهرة، ولكن بها ظاهرة عدم التوافق الذاتي، والتي تعني أن أحد الأعضاء تنضج قبل الأخرى. والمبيض أي الجزء المؤنث في نبات القشطة ينضج قبل الجزء المذكر الذي يحتوي على حبوب اللقاح بيوم واحد، أي أن عند بداية تفتح بتلات الزهرة أول يوم تكون الزهرة المؤنثة يلزم تلقيحها فورا، وثاني يوم ينضج الجزء المذكر. لذلك يتم جمع حبوب اللقاح من أزهار نضجت حبوب لقاحها، ليتم تلقيح الأزهار الأخرى عند بداية تفتح بتلاتها وقت نضوج الجزء المؤنث من الزهرة. يتم أخذ حبوب من اللقاح بفرشاة صغيرة ويتم إدخالها داخل الزهرة مع لفة بسيطة حتى تلامس هذه الحبوب منطقة مبيض الزهرة. ويعتبر شهر يوليو أفضل فترة لتلقيح القشطة في مصر لسببين، وهما ارتفاع الرطوبة في الجو وزيادة المجموع الخضري في الأشجار، حيث أن الأوراق الكثيفة توفر رطوبة داخل الشجرة، وكذلك تحمي الأزهار من حرارة الشمس، فينجح التلقيح. هذا الفيديو تم تصويره في الظهر، وهذا ليس وقت التلقيح، حيث أن التلقيح يكون في الصباح الباكر. والمفترض جمع الأزهار التي نضجت حبوب لقاحها، ثم إضافة مادة حاملة عليها مثل بودرة التلك بنسبة 1 حبوب إلى 1 بودرة. ستشاهد في هذا الفيديو خنفساء صغيرة تسمى خنفساء الكربوفيلس، وهي تساعد على عملية التلقيح، لذلك لا يتم رش أي مبيد حشري أثناء التلقيح والعقد، مع العلم أن أزهار القشطة لا تجذب النحل، حيث أن النحل تخاف دخول الزهرة لطول البتلات. وتعالوا معنا في هذا الفيديو نشاهد كيف نلقح نبات القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة مزارع القشطة، كنا وعدناكم نعمل لكم فيديو كيفية تلقيح أزهار القشطة. احنا بنلقح القشطة ليه؟ قبل ما نعرف ان احنا بنلقح القشطة ليه، نعرف ان القشطة الزهرة فيها زهرة مخنثة. يعني ايه مخنثة؟ يعني الزهرة فيها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث على زهرة واحدة. طب بنلقح ليه؟ طب ما هي تلقح نفسها، أو النحل يلقحها، أو أي حشرات تلقحها. دي طبعا ما بحصلش، لأن النحل زهرة القشطة غير جاذبة للنحل، في نفس الوقت البتلات بتاعتها طويلة، فالنحلة ما بتعرفش تخش الزهرة، عشان كده الحشرات ما بتلقحش القشطة، فلازم نتدخل بالتلقيح اليدوي. فزي ما قلنا كده، زهرة القشطة زهرة مخنثة تحمل أعضاء التسكير وأعضاء التزهير على نفس الزهرة. طب إيه المشكلة؟ المشكلة يا جماعة إن عضو من أعضاء الزهرة اللي هو عضو التأنيث بينضج قبل عضو التذكير بيوم. يعني الزهرة الجزء المؤنث منه بينضج قبل الجزء المذكر بيوم، فبالتالي حبوب اللقاح ما بتلحقش تلقح مبيض زهر. عشان كده بنجمع حبوب لقاح من أزهار تاني يوم نضجت الأعضاء المذكرة فيه، وبنبدأ نلقح الزهرة اللي أعضاء التأنيث فيها نضجت، اللي هي الزهرة اللي لسه ما فتحت شيء، أو فتحت حاجة بسيطة، البتلات بتاعتها فتحت حاجة بسيطة. نشوف دلوقتي عملية التلقيح وجمع الأزهار. طبعا يفضل جمع أزهار من الشجر البلدي. هي المقولة بيقولوا ان الشجر البلدي، ازهار الشجر البلدي بتزود نسبة العقد عن الازهار اللي انت بتجمعها من الشجر عبد الرازق. طيب بجمع الزهر الهون، ادي شجر عبد الرازق وادي شجر بلدي، فبجمع الزهر الطرفي. زهرة زادياً
حبوب اللقاح بتاعتها تبقى جاهزة، اهي هنصورها لكم برضو. حبوب اللقاح تبقى جاهزة ان هي تتلقح، تتجمع اخر النهار وتتلقح في الصباح الباكر. طيب زهرة زي دي طفت وبس لسه البتلات بتاعتها خضرة، ممكن اخد حبوب اللقاح دي بس القحها في نفس اليوم، يعني القحها النهاردة على طول اخر النهار. طبعا في مواد حاملة بتنضاف، بودرة تلك او نشي، وفي حاجة اسمها ليكوبوديا كانت بتنضاف على الحبوب اللقاح بنسبة 1:1، عشان مش معقول هجمع حبوب لقاح هلقح الزهر دي بكل، فلازم أخفف حبوب اللقاح بنشي أو بودر التلج عشان أعرف ألقح أكبر كمية من الأزهار في الشجرة عبد الرازق. زي ما قلنا أدي شجرة بلدي قدامنا أهي، وأدي شجرة عبد الرازق زي ما أنتم شايفين كده. بجمع حبوب أزهار من الشجر البلدي والأزهار الطرفي اللي هو معرض للشمس، اللي هو حتى لو اتلقح ما بيقعدش. طبعا الشجر البلدي ما بتلقحش، بيقعد لوحده. فأنا زهرة زي دي أشد البتلات كده، البتلي بحبوب اللقاح اللي جواها، أخد حبوب اللقاح اللي جواها وأحطها في علبة، علبة زي دي مثلا كده أفضيه. هو طبعا بتجمع الحاجات دي بتتجمع في علبة كبيرة، والراجل اللي بيلقح بيقعد في الظل وبيفرط حبوب اللقاح. طب زهرة زي دي انتوا شايفين الزهرة اهي فاتحة، بس لسه حبوب اللقاح بتاعتي ما تتجمعش الا اخر النهار. طبعا حبوب اللقاح دي ناضجة برضه، يعني ممكن القح بيها، بس ممكن القح بيها الصبح اهي لسه ماسكة على مبيض الزهر. خلاص كده فباخد حبوب لقاح، كده هسيب الكراسي يا باشمهندس كده اهو، بفرطها يلا. شجرة القشطة دي عملية جمع حبوب لقاح من الشجرة البلدي، بنلقح بيها شجرة عبد الرازق. بتجيب الزهرية البلدي الفاتحة اللي هي حبوب اللقاح، الزهرية الفاتحة اللي زي كده، اي الزهرية الفاتحة اللي زي كده اللي فيها البودرة. طبعا دي فيها ايه، حشرة كده، الحشرة دي بتساعد معايا في ايه، في التلقيح. ماشي. طبعا دي زهرية لسه مقفولة اهي، دي ممكن قدامها يوم ولا اتنين. ماشي. ديت الشجرة البلدي بدأت. مثلا ودي زهرة عبد الرازق، بيشتغل عليها بالفرشة وبيعلمها. تعالى في كذا زهرة متلقحة اهي، بس وبيرش وبديها رشة كده فوق العين، رشة بسيطة بس ايه للتغذية. هاي وش زهرة اهي، ديت البودرة، بودرة على العنصر نفسه كله، حب اللقاح على عنصر التلقيح. دخل الفرشة كده وبنلفها كده بالراحة خالص كده، وسحبة تانية اهي اللي هي بتثبت البودرة، ونقصف البودرة ونقصف الحباية ورشة كده بسيطة فيه على العين.
دي عملية تلقيح اليدوي. بخاخة، البخاخة دي بيبقى فيها عناصر على فطري، عناصر وفطري وأحماض أمينية أو كالسيوم، يعني بنشتغل بيها كذا حاجة. دي بقى عملية العقد، بعد ما بتلقحها بخمستاشر يوم ولا حاجة بتظهر عملية العقد زي كده، بس دي من فترة طبعا. دي عمليات العقد للحاجات اللي متلقاها قبل كده.